ولا مؤمن اوعى تفتح الاكونت بتاعك دلوقتي، لو فتحته ممكن تاخد بان شهر او 3 شهور. الموضوع ده حصل مع واحد صاحبي، هو دلوقتي متبن 3 شهور، فانت خد بالك وما تفتحش الاكونت، واكونت يا عم بتاعك خده وعيش حياتك بيه لحد ما الموضوع ده يظبط كده. طب يا جدعان، انا من اول ما خدت بان مفيش غير كام واحد بس كده من اللي هم اصحابي، يعني عامه هم اللي وقفوا جنبي، واديكوا شفت برضو زعيم كان بعت لي على الواتس. فيا جدعان والله العظيم زعيم ده اكتر من اخ ليا، فحبيبي يا زميلي وشكرا على الاكونت اللي انت اديتوني اصور بيه، واحلى مسا عليك يا عم. يلا بقى يا جدعان داخلين نعمل جيم بلاي. استنوا يا جدعان قبل ما اقفل الفيديو، هنعمل استعراض الاول وبعدين جيم بلاي. خلصنا خلصنا، اعمل لايك بقى، اعمل اشتراك، مفضلش الا حاجه بسيطه يا جدعان ونوصل 200,000. يلا يا زميلي. طب يا جدعان ده الاكونت اللي زعيم اداهوني، انا تقريبا كنت عامل له استعراض قبل كده، ف ديان كده استعراض على الخفيف كده على الرايق. بصوا يا جدعان الاكونت معاه ايه، ده الاكونت اللي انا هفتحه الفتره الجايه وهلعب بيه، تمام؟ معاه واحد، معاه غراب ومعاه فرعون، معاه لبسة الهائم، اللبسة الجديدة الحمراء اللي كانت في اكونتي، معاه لبسة سيزون 5 دي قديمة برضو نادرة، لبسة الجوكر عموما، ولبسة سيزون 7، معاه لبسات كتير لدرجة ان في لبسات اصلا مش محملة عندي. بصوا فيا جدعان الاكونت طرش والله العظيم، هو بنحاول نعمل له كده استعراض على الخفيف. ايوه لبسة الفرعونة، ساد المحطات، ودي حاجات كده الجندري. يا نهار اسود كل ده حاجات مش متحملة، والبدله دي جامده يا جدعان، البدله دي هتبقى بدلتي بقى، البدله دي بدلتي والله. الاكونت جامد يا جدعان، اقسم بالله الاكونت اللي ادوني اجمد من اكونتي 100 مره، بس انا هصور بالاكونت بتاع زعيم، يعني اكونت زعيم مش هيبقى بتاعي، انا هصور بيه بحيث ان الاكونت يا جدعان يعني هو متبند دلوقتي، هو مش متبند هو رجع، بس خايف افتحه لياخد بان، لان في واحد صاحب زعيم اكونت واخد بان 3 شهور دلوقتي زي ما انتوا سمعتوا في الريكورد. فيا جدعان انا فتح كده اكونت زعيم يعني بالحب للتصوير وبتاع، هو مش الفيديو مش استعراض، الفيديو جيم بلاي يعني، تمام؟ ودي الخواز. يا لهوي يا جدعان على الاكونت، الاكونت ده هنعمل بيه الفتره الجايه اجيام طرش، فانت بقى زميلي اعمل لايك، اعمل لايك كده فرحنا بسرعه زميلي. الخوذه دي معايا في اكونتي اقسم بالله، الخوذه دي في اكونتي. ماشي استنى دي، ماشي معاه ايه تاني؟ اللبس الصفرا يا جدعان، معاه الصفرا دي لو معاه، معاه اللبس الصفرا بس كده الاكونت بتاعي يا جدعان. ودي الشنط طبعا اللي مع الواد زعيم. بصوا يا جدعان كام شنطه، مسك 5 شنط. بصوا الغراب دي دي ودي، انا بحب الفرعون عامه. والله يا جدعان الاكونت طرش، ف باذن الله نلعب بالاكونت ده الفتره الجايه، هندغدغ الكلام هندغدغ الكلام، اعمل بقى الشنط بقى والكلام ده كله. ندخل بقى يا جدعان على الاسلحه، تعالوا بس نلبس الفرعون كده هيبه. ايوه يا عمر الفرعون يا عمر الفرعون. بصوا برضو يا جدعان معانا كام سلاح في الاكونت، اللهم صل على النبي 47 سلاح بسم الله ما شاء الله، مش بقر انا بحسد بس. بصوا يا جدعان معاه اليوم بي ده اللي في الار بي الجديد يعني، تمام؟ معاه اللهم صل على النبي، دي مقارنه كده على الخفيف يا جدعان بين اكونت واكونت. معاه العمر الجديده هي معايا برضو في اكونتي، معاه السيف طبعا بتاع الار بي، الام 7 ما طلعتوش هو معاه فدي نقطه له. معايا الام جي 3، الام كي لسه ما طلعتوش، سكار لسه ما طلعتوش، دي لسه ما طلعتهاش الكار، الطاسه مش معايا، معايا الام 7، الام 16 معايا، الام 7 اي جي مش معايا، توموسون مش معايا، اوم مش معايا، اي كي ام مش معايا، اس كي اس مش معايا، يوزي كمان مش معايا، انا تقريبا معيش حاجه في اكونتي، انا معيش حاجه خالص يا جدعان، سكار مش معايا، ام 7 تاني مش معايا، ام 4 مش معايا، كوبي زد مش معايا، معايا الدي بي، معايا اليوم بي، الاكم ده مش معايا، معايا البايزون مش معايا، اس كي اس ولا ام 24، معايا السكار مش معايا، الام 7 مش معايا، الجروزه ايه يا ابني ده، معايا الام 24، معايش اي كي ام، معايش الكار، معايا اليوزي، معايا كيوبي زد، معايا الميني، فيس اس معايا، يوزي مش معايا، ام دي بقى يا جدعان لفيت عليها كتير وما طلعتليش، انا عايز حقي دلوقتي وعايزكم تجيبوها لي، ماليش دعوه. معايا البايزون ده برضو، والله يا جدعان الشوتجن دي فتحت عليها كتير اقسم بالله ما طلعتلي، والله العظيم فتحت عليها بشدات كتير ما طلعت. اعيط طيب؟ لو عايزين اعيط ممكن اعيط عادي. السكار ده مش معايا، هو السكار ده شكله عامل ازاي؟ اوف ايه ده؟ اوبا اقسم بالله السكار ده جامد قوي، ده الصندوق بتاعه عامل ازاي؟
ده صندوق كده بس قشطه. الكم ده معايا طبعا يعني طبعا. التومي جن ده مش معايا، مرايق قوي والله، من اجمد التومي جنات اللي نزلت يا جدعان. والفيكتور ده طرش، بص المسج مرعبه. معايا الام 4 جوكر يا جدعان، الاكونت بتاعه اجمد من بتاعي في الاسلحه طبعا وفي اللبسات، يعني اكونته تقيل يعني مش محتاجين نتكلم. معاه كام عربيه، كام عربيه في اكونته بقى علشان ايه نفتح نبقى عارفين هنعمل ايه. معاه عربيه مسك، والعربيه دي كام عربيه، 3 عربيات حلو يعني، معاه عربيتين مسك عنه والله رايق. في حاجه تانية، الشعبيه بتاعه معاه كام شعبيه، مبعوت له 21 مليون شعبيه يا ابن اللعيب الزعيم. ولك بصوا بقى يا جدعان، احنا دلوقتي المفروض هندخل نعمل جيم بلاي بالاكونت، وانا عامه هلعب باعدادات الايباد بتاعه، يعني انا مش هعمل اعدادات المحاكي بتاعي اللي في اكونت، لا انا هلعب باعدادات اللي هي الايباد بتاعه هو. فيا جدعان ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، ما فضلش الا حاجه بسيطه جدا ونوصل 200,000. وباذن الله الفتره الجايه ننزل فيديوهات باكونتي وهفكني من حوار البندون، وحتى لو حد اتحالف معايا هتحالف معايا عادي وهفكني برضو، ولو خدت بن 10 سنين ده لاجلكم عادي والله العظيم يا جدعان انا بحبكم. والله يا جدعان هنخش نعمل جيم بلاي يلا. يا جيسي انا زعيم لك، يا زعيم انا زعيم لك، وطالع لايف يقول ايه؟ تعالى جاي بو معاك في التيم يا راجل. ايوه صاحبي بو بو بو، انت بقيت معاهم في التيم امتى بو؟ بيقول لي الواد مثلي في على ال... بيقول لي يعني بيقول لي انا معاه في التيم مثلي على كذا وكذا، والتاني قام قايل له بو سعيد. يا رب سلاح يا رب يا رب، مفيش اسلحه يا اسطى من نحاسه في وشي. معاك سلاح؟ ايوه هات الشوتجن يا عم. انا بعمل ايه؟ بوبو وراك 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 وراك. مش عارف العب بعدداته يا جدعان، يا جدعان حرفيا مش عارف العب باعدادات زعيم. انا لازم اجيب اعداداتي اللي في اكونتي، هفتح اكونت حالا واجيب الاعدادات بتاعي واحطها والعب. مش عارف العب بالاعدادات خالص. المفروض الاعدادات اللي انا بلعب بيها دي يعني اعدادات ايباد. بصوا يا جدعان الام راح فين؟ البوت تاني الله، تعالى تعالى بوت بوت تعالى. استنى يا عم نلوتهم بقى كده، خد لك اي سلاح منهم تكسير عليهم يلا. سيبوا 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 سيبنا انا فايض. قلت انا بغنى في وش المسجد حلو حلو يا جدعان. الجيم بلاي كله بوت يا جدعان، يا جدعان احنا رايحين نكسر الناس دي. الله ودينا على الناس دي. لا لا ما بعرفش السوق عشان ادخلك دخله وحشه. ما انا عايزك تدخلني الدخله الوحشه، انا عايز هم 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 ضربهم لينا. فين شبوه؟ معاك تل اخضر، تل اخضر ابوه في الناس. قال هنا اي معيش سموك، معيش معاك سموك يا جدعان. اللعب المقرف ده يا جدعان. انا الواد اللي مت ده يا جدعان، بيحصل فيه كده على طول. نرجع بقى نرجع نجيب كلات من بعيد لبعيد زي ما بيحصل فينا يا جدعان. انا بحكم الاعدادات بتاع زي ما ميتها. بس كده خلاص ننزل بقى من ديستن يا جدعان. احلى حاجه فعلا اللي انا بعرف اقف في ديستن دي بتاع زعيم بعد اللي انا عملته ده كله. يا رخم يا
احنا هبشلهم بقى يا جدعان. هو ده انا تعبت يا جدعان، والله تعبت.